المرض المعدي لما ينتشر ضمن عدد كبير من السكان في زمن بسيط يسمى مرض وبائي. في السودان الملاريا والسل والايدز يعتبروا من الوبائيات. في فترة ما بعيدة الملاريا كانت منتشرة بصورة كبيرة ومضاعفاتها بتصل للموت وبتتنقل بعضة بس من أنثى البعوض، والسل معدي بدرجة كبيرة، فالعطسة الوحدة أو الرذاذ اللي بيطلع مع الكحة من فم الشخص المصاب بيطلع تقريباً 40,000 قطرة صغيرة فيها البكتيريا، واحدة منها بس ممكن تنقل العدوى. أما الإيدز فهو السبب في وفاة مليون شخص عالمياً في عام 2015 فقط. الثلاثة أمراض دي اتبناها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع الصندوق القومي للإمدادات الطبية. اتوفرت أدوية في المراكز الحكومية على مستوى ولايات السودان مجاناً، من ضمنهم مراكز متخصصة لعلاج السل والإيدز، هي الوحيدة في السودان اللي بتوفر علاجهم. والنتيجة إنه عدد الوفيات بسبب الملاريا والسل والإيدز قل بشكل كبير خلال السنوات الفاتت، والمجهودات دي كلها طريقة تعاملنا مع الأدوية ممكن تضيف ليها أو تساهم في فشلها. فاستخدامك الرشيد للدواء مسؤوليتك المجتمعية تجاهك وتجاه غيرك. خليتكم بعافية، في أمان الله.